يسعد اوقاتكم مشاهدينا، رجعنا من جديد. هلا رح نكون باول فقره حواريه اليوم رح نحكي فيها مع، اكيد رح يكون ضيفنا هو الدكتور بسام احمد، استاذ في القانون الدولي وضابط سابق في الجيش العربي السوري. يسعد صباحك يا دكتور. صباحكم. وكل عام وانت بالف خير يا رب. كل عام وانتم بالف خير، وسوريا بخير، وقائد سوريا وجيش سوريا بخير باذن الله. كل عام وانت بخير دكتور. اكيد السلام الله والسلام الاكبر من قلوبنا اكيد لشبابنا الغاليين. حضرتك يعني اذا اردنا ان نوجه بدايه كلمه لكل سوري هلا عم يسمعنا وعم يتمنى يكون مع شبابنا لحتى يعايدون، شو بتوجه لهم للسوريين كلمه؟ بدايه كل الاجلال والاحترام لجيشنا العربي السوري، وكل الرحمه للشهداء الذين صنعوا مجد سوريا الحاضر والماضي، ولجرحانا الشفاء الذين هم تاريخ سوريا الحاضر كما وصفهم السيد الرئيس. الحقيقة الجيش العربي السوري بما يسجله من تضحيات يشكل يعني أكبر قيم الحياة على الإطلاق، لأنه يضحي بأهم حق هذا المقاتل، حق الطبيعي في الحياة، وهو أقدس الحقوق، من أجل أقدس واجب وهو الدفاع عن الوطن وحماية الوطن، يعني حماية الدولة وحماية الشعب، إنه يضحي بحق خاص جدا من أجل مبدأ عام يهم كل الأمة ويهم كل الدولة. تفضل. فلا شيء يعني لا شيء يمكن التعبير عنه أمام التضحية والروح. صحيح. تبقى الكلمات صغيرة وعاجزة، عاجزة عن التعبير عن صدق العطاء وعن صدق التضحية عندما يضحي الإنسان بروحه وبوجوده من أجل بقاء الوطن. حقيقة. صحيح. تموت الأجيال ويبقى الوطن. صحيح. وهذا واجب علينا جميعا، وهذه مدرستنا التي تعلمنا منها في الجيش العربي السوري. أكيد. نحن هلأ بدنا نحكي عن هاي المدرسة اللي حضرتك انتميت لها فترة من الزمان وكيف كان بداية التحقق، بس قبل نحن طالما عم نحكي اليوم وعيد الفخار لسوريا، عيد الجيش العربي السوري، أكيد نحن لازم نكون معهم من الحواجز. لهيك نحن هلأ رح يكون في عنا أسعى مع زميلتنا اللي هي هلأ على الحواجز حسيبة لحتى تنقل لنا هاي الصورة. حسيبة، يسعد صباحك وخبرينا كيف الأجواء عندك على الحواجز. يسعد صباحك زميلي منال، اهلا وسهلا فيكم وبكل مشاهدينا. طبعا نحن رح نعيد الجيش العربي السوري بهيدي المناسبه العظيمه اللي بنفتخر وبنرفع راسنا فيها، وبنفتخر بجيشنا البطل اللي عم يقوم بواجبه على اكمل وجه للدفاع عن الارض والشعب والعرض. رح نلتقي اليوم مثل ما شايفه زميلي منال ومشاهدينا مع ابطال الجيش. خبرينا بالاول انت وين حسيبه؟ راح يكون معنا البطل. يسعد صباحك كل عام وانت بخير، تفضل. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير للجيش العربي السوري، لقائد الوطن الدكتور بشار حافظ الاسد. كل عام وانت بخير لامهات شهداء سوريا، زوجات الشهداء وابناء شهداء سوريا. كل عام وانتم بخير. تضلوا بخير يا رب. نحن طبعا نفتخر ببطولاتكم وبالانجازات اللي عم تقوموا فيها، وبنرفع راسنا بالجيش العربي السوري اللي هو عم يحمي الوطن. شو بدك تحكي لنا عن هذه التضحيات والبطولات؟ بعد 4 سنين بعتقد هي أكبر دليل عن قوة الجيش العربي السوري وعن التضحيات اللي قدمها. وطبعا الحمد لله رب العالمين، كل النصر عم يسجل النصر اللي بعده، والجيش العربي السوري الحمد لله ما تعب ولا راح يتعب، وراح يضل يدافع لآخر نفس عن تراب الوطن وسوريا الحبيبي. نحن مثل ما بنعرف شعار الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص، أدب يعني لك هيدا الشعار؟ هذا الشعار أقسمنا عليه بالدم، أقسمنا عليه بروحنا. الشرف موجود، تعلمناه بمدارسنا. الوطن غالي، وليكون الوطن غالي بده إخلاص وبده تضحية، فهالشعار كتير كبير. طبعا نحن بنتمنى لكم كل التوفيق والنصر القريبة بإذن الله، وتضل بخير يا رب. تسلم. طبعا زميله منال، نحن مثل ما عم نشوف على الحاجز رغم الشوب ورغم درجات الحراره المرتفعه اليوم عم يقوموا بعملهم، سهرانين من امبارح على شكل مناوبات لحتى يقوموا بعملهم الاساسي اللي هو السهر على راحه المواطن وامنه. رح نلتقي كمان مع احد رجال الجيش على الحاجز. نعم. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. صباح النور وانت بخير. خلينا نحكي بما انه اليوم عيد الجيش، وحابب توجه بطاقه معايده بهيدا اليوم. كل عام انتم بخير، وشعبنا العظيم بألف خير، وقائدنا بشار الأسد بألف خير، وكل عام انتم بخير لأسر الشهداء وأبناء الشهداء
وأرواحهم الطاهرة. شو بتعاهد رفاقك اللي استشهدوا الله يرحمهم شهداء الوطن؟ من عهد نمشي على دربهم حتى النصر، ونال يا النصر يا الشهادة. شكرا لك، تضل بخير يا رب. كمان رح نكون مع أحد المواطنين شو حابين يوجهوا بطاقة معايدة بهيدا اليوم. يسعد صباحك. هلا، كيفك؟ نحن اليوم بعيد الجيش، حابب توجه بطاقة معايدة للجيش العربي السوري. بنقول لهم كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. والله يحميكم. لما بتكون موجود على الحاجز وبتشوف هذا الاهتمام، التفتيش الدقيق والسهر على راحة وأمن المواطن، شو إحساسك؟ الله يقويهم، ما رأي إلا غير هيك، الله يقوي الجيش والشعب السوري كله. شكراً لك. كمان رح نكون مع أحد أبطال الجيش، تفضل لو سمحت. تفضل. كمان رح نكون، بما أنه هلأ مثل ما شايف يا زميلي أنه زحمة والناس شوي يعني تفتيش، نحن مشان ما نلهيهم، بس رح ناخد أحد المواطنين. يسعد صباحك. يا لي صباح النور. اليوم نحن عيد الجيش، شو حابب توجه بطاقة معايدة للجيش العربي؟ الجيش خلينا إياهم، لما هن نحن الحمد لله يعني بلف خير. هلأ نشكر الله. هلأ مثل ما ملاحظين أنه هيدا الطريق دائما في زحمة، تماماً طريق الشاطئ دائماً في زحمة، بتلاحظ أنه جهود الجيش دائماً بيكونوا سهرانين على حماية وأمن المواطن، شو بتحب تقول لهم؟ بقول لهم الله يعطيهم العافية والله يدم لهم الصحة ويخلي الناس جات الرئيس بشار الأسد، ولحنا مع الجيش ودمنا الجيش. أي والله. شكراً لك. أهلا. أكيد كمان راح نكون مع أحد الأبطال. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. يسعد صباحك وانت بألف خير يا رب. شو حابب توجه بطاقة معايدة بهذا اليوم العظيم اللي بنفتخر وبنرفع رأسنا فيه؟ بهذه المناسبة الغالي بنرفع اسم آيات الحب والتبريك إلى قائد الوطن السيد الرئيس بشار حافظ أسد، وإلى أرواح شهدائنا الطاهرة التي نزفت على تراب هذا الوطن الحبيب. شعار الجيش العربي السوري هو وطن شرف إخلاص، طبعا هو شعاركم، شو بيعني لك وقد ايه أنت بتحاول أنه تطبق هذا الشعار بأدق تفاصيل؟ نحن من يوم ما اطوانا نحن اقسمنا بالدم واقسمنا على حفاظ على الوطن وعلى سلامة الوطن، وسنظل بإذن الله تعالى محافظين على هذا القسم إلى آخر نفس، إلى آخر نفس من أرواحنا إن شاء الله. نحن كمان مثل ما بنعرف أنه هون الحاجز زحمة والطريق أوتستراد عام، يعني دائما بيكون في زحمة مرور ومواطنين عم تسهروا على حمايتهم وأمنهم، كيف عم تنسقوا يعني في مناوبات يعني قد ايه يعني معنوا أبدا سهل، وخاصة دائما بتكونوا موجودين بالبرد بالشوب بأصعب الظروف؟ طبعا جاهزين على مدى 24 ساعة وبأي لحظة وبأي وقت، ونحن جاهزين بالصيف بالشتاء في أي وقت كان، جاهزين للحفاظ على سلامة المواطن والمواطنين في هذا البلد الحبيب سوريا. شو بتعاهد رفاقك رفاق سلاح من خلال وجودك على هذا الحاجز ومن خلال وجود كل جندي في موقعه؟ نحن بنعاهد كافة زملائنا في أي موقع كان في سوريا نكون مثلهم ونقوم بحماية المواطن والمواطنين، وإن شاء الله حتى النصر. وللشعب شو بتحب تقوله؟ نعم بنقول للشعب إن شاء الله أن كل عام وانتم بخير، تعاونوا معنا ونحن إن شاء الله وتعالى موجودين دائما وأبدا لحمايته. شكرا لك، تضل بخير. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. كمان مشاهدينا راح نكون مع أحد المواطنين لحتى نسمع آرائهم شو بيحبوا يقولوا للجيش العربي السوري اللي نحن بنفتخر وبنرفع رأسنا فيهم. يعطيك العافية. فيك أهلا وسهلا. حابب توجه بطاقة معايدة بمناسبة عيد الجيش اليوم؟ الله يحمي الجيش العربي السوري كلياته والرحمة للشهداء، والله يديم الوطن وقائد الوطن، وإن شاء الله بترجع سوريا أحلى من مكانك. ونشكر الجيش العربي السوري، هذا الجيش العسكري مقدس، نحن لازم نقدسه للعسكري، والله يحمي هالوطن وقائد هالوطن. شكرا لك. الله يوفقك ويحمي الوطن. شكرا. طبعا زميلي منال نحن رح نكون معكم متواصلين من حواجز الجيش، كل ما قدرنا نطلع عليكم ونخبركم عن الاوضاع الموجوده هون وعن النشاط والدأب الدائم للجيش العربي السوري واهتمامهم وحرصهم على امن وسلامه المواطن، وان شاء الله يا رب مثل ما قلنا وبنضل نقول دائما يضلوا بخير الجيش العربي السوري، والرحمه كل الرحمه لشهدائنا الابرار. شكرا لك حسيبه. ما يملكون وهي الروح دفاعا عن هذا الوطن والشفاء العاجل لجرحانا. شكرا لك حسيبه. اكيد كنا
تحياتنا من حاجز الجيش العربي السوري ضمن مدينه اللاذقيه. كل عام وانتم بخير، ودائما نحن بنقول اكيد انتم موجودين من 5 سنين لهلا على كل هي الحواجز بكل سوريا منتشرين، سواء كان باسوا الاحوال الجويه وحتى باحسن ضمن الشوب بالبرد، الجو معتدل كل الاوقات انتم موجودين حتى على خطوط النار دائما الاولى، سواء كان مع العدو الاول والاخير هو العدو الصهيوني، واكيد نحن اللي عم نشوفه هلا هو تبعيه لهم. بقى يعطيكم العافيه والله يحميكم يا رب، ويضلوا فعلا انتم عزه الوطن وشرفه. بدنا نرجع معك دكتور بسام عتاب لحتى نرجع نحكي كمان عن بدايه التحاقك بالجيش العربي السوري. نعم. عن هي الايام الجميله الرائعه اللي بيعيشها اي شاب. نعم. من افضل الطموحات في الوجود ان يكون الطموح ذو قيمه وطموح محمود. الحقيقه الطموح المحمود هو طموح الوظيفي العامي. الوظيفي العامي اجمل ما فيها واكثر يعني بهاء من كل الوظائف ان يكون جندي في الجيش العربي السوري. نعم. وهذا ليس من قبيل المجامله، ولكن حقيقه اقوى طموح ان يكون الواحد ضابط او جندي او مقاتل في الجيش العربي السوري يخدم وطنه بصدق ويضحي بروحه عندما صحيح. عندما يحتاج الوطن لهذه التضحية. الحقيقة هذه أقوى طموح في أنه الإنسان يكون يقدم هذا الشيء. فأنا التحقت بالجيش العربي السوري كبقية زملائي ومنذ الثمانينات، وانتسبت إلى الكلية البحرية، وبفتخر أني كنت ضابط في القوى البحرية لمدى 24 سنة، وقدمنا كل ما يلزم ونحن جاهزين، كنت وما أزال أنا جندي في القوى البحرية. أكيد. ومن يخدم في صفوف جيش عقائدي مثل الجيش العربي السوري دكتور بسام، يعني بيصير هذا الشيء بدمه. أكيد. يعني بيكون دائما على استعداد وجاهزية إنه بأي لحظة نادى فيها الوطن. نحن حتى السوريين العاديين الموجود هذا الشيء جواتنا. يعني موجود بجيناتنا منذ الولادة. أكيد. أكيد. فكيف اللي كان فعلا موجود واللي كان على تواصل مع السلاح، على تواصل مع حدود الوطن الغالي وحاملها بقلبه. الجيش العربي السوري لطالما كان جيش عقائدي منذ تأسيسه حتى اللحظة، ولهيك هو كان دائما محارب لأنه حمل القضية بشكل أكبر. أكيد. وحمل هموم الوطن صحيح. وهموم العروبة صحيح. وهموم كل القضايا الإنسانية، ولطالما وقف إلى جانب كل القضايا العادلة. من خلال خدمة حضرتك بالجيش دكتور بسام، أكيد كنتوا من كل المحافظات السورية. أكيد. كنتوا تجتمعوا على صحن واحد بالأكل. أم رفيقك اللي من الحسكة أو من درعة كانت تبعت لكم الأكلات، إن كان السريد البابي والحسكة أكيد لما الوحدة تماما، أو أكلات الجنوب الطيبين أو من السويدة. هاي الذكريات أكيد لهلا لسات موجودة. أكيد. جيشنا جيش الشعب، وهو من منبت شعبي يعني، ومن الطبقة الكادحة على الغالب. صحيح. فجاء برسالة ولهدف وبصدق كي يلبي هذا الهدف. فكلنا كنا من يعني الزملاء نتشارك في كل شيء، في التدريب وفي الحياة المعيشية أثناء يعني أثناء التدريب وغيره. فكنا أسرة واحدة في الجيش، في الجيش العربي السوري. الحقيقة الجيش هو انعكاس، طالما قلت جيش عقائدي، انعكاس لسياسة الدولة طبعا. فالسياسي والعقيدة الوطن أكيد. سياسة الدولة والقيادة اللي اختارت من قبل وقيادة الشعب تمثل يعني هذا الشعب. نعم. بكل انتماءاته. هناك يعني دائما من أيام ابن خلدون كان يقول الجند والمال. الجند هم اللي دافعوا عن الأرض وعن الوطن وعن حدود الجغرافيا، والمال الذي يؤمن مستلزمات الحياة للدولة صحيح. بشكل عام. عفوا دكتور، نحن رح نكفي حديثنا بس كمان رح نشوف مقاطع من عرض عسكري بالكلية البحرية من قبل القوات الكلية البحرية. هلا نحن عم نتابع. تفضل دكتور منكفي كلامنا. نعم. نعم. ابن خلدون كان يقول عن نعم. الجند والمال هما أساس الدولة، لا يمكن أن تقوم دولة بدون جند ومال. صحيح. الحقيقة في بيستحضرني قول إنه كما سكان لندن يحملون المظلات في أيام أبريل المشمسة نيسان يعني بيحطوا شمسيات خوفا من تساقط الأمطار في أي لحظة، فالدول عليها أن تبني جيوش طبعا للدفاع عن الوطن في أي لحظة في كل لحظة. صحيح. والجيش العربي السوري الحقيقة كل لحظات كان في موقع الدفاع منذ تأسيسه، لأنه سوريا موقع جيوسياسي في المنطقة، وأهداف القومية استدعت من الجيش طبعا. عبء كبير يعني استدعت أو حملت الجيش التزامات كبيرة وأعباء كبيرة. وكان الجيش العربي السوري
في على قدر المسؤولية وعلى قدر المهام التي أنيط به. صحيح. الحقيقة منذ تأسيسه بال 45 من صدوا للغزو الفرنسي موقعة ميسلون، ثم ب 48 جيش التحرير الفلسطيني، ثم كما ب 56 ايام العدوان الثلاثي، ب 58 ايام الانفصال، الى ان تحول الى جيش عقائدي بثوره اذار ب 63. جيش عقائدي اصبح همه يعني او نطاقه كل الامه العربيه، الدفاع عن حياض كل الامه العربيه والزود عن كل شبر من ارض الوطن العربي. جميل. فالحقيقه هالمهام القوميه رتبت على الجيش كما أعباء كثيرة، وكان الجيش الحقيقة على قدر هذه المسؤولية. صحيح. بعد 63 فينا نقول ب 73 كانت المعركة الكبرى التي قادها السيد الرئيس حافظ أسد رحمه الله، كل الرحمة له في هذه المناسبة، كل الرحمة لروحه، لروح الطاهرة. تجسد مع الجيش المصري في حرب تشرين التحريرية لتحرير الأراضي التي احتلت ب 67، جولان وسيناء وغزة. صحيح. وكل الأراضي. فكانت ملحمة بطولية حقيقية سطر فيها الجيش العربي السوري بطولات يعترف بها العدو قبل الصديق. صحيح هذا الكلام. وتم تحرير قسم كبير من الأراضي في هذه الحرب. من 73 تعرضت سوريا لعدة يعني عدة حالات استدعت تدخل الجيش للدفاع عن أرض سوريا وخارج سوريا. بلبنان عندما كان الإسرائيل في لبنان ب 82، كيف كان الجيش العربي السوري لبى النداء ودافع عن أرض لبنان ودافع عن أرض سوريا وعن أرض الأمة العربية بالنهاية. صحيح. الحقيقة ما تتعرض له اليوم سوريا، وهذه النقطة الأهم، حرب كونية بكل المعايير، والجيش العربي السوري تصدى لهذه الحرب. يعني الحقيقة ما يسطره الجيش العربي السوري هو أسطورة بكل معنى الكلمة، سيسجله التاريخ. صحيح. وسيدرس في الأكاديميات العسكرية كيف قام الجيش العربي السوري ويقوم، وبإذن الله سينتصر، وستدرس انتصاراته لكل أكاديميات العالم العسكرية ضمن الإمكانيات ما راح نقول الضخمة جدا، إمكانيات العادية والمتواضعة، ولكن بإرادة لا تلين الجيش أقسم بأنه طالما وضع روحه، حمل كل جندي روحه على كفه ولبى النداء واعتبر أنه لا قيمة لنا من دون الوطن. صحيح. وهذه عقيدة في داخل كل مقاتل في الجيش العربي السوري وفي قلب. نعم. كل سوري أكيد. صحيح. منال. ولكل سوري طبعا. نعم. بس بدنا نذكر مشاهدينا منال أنه نحن اليوم اخترنا 1 آب عيد الجيش العربي السوري لنطلع معكم بس مباشر على الانترنت. أكيد بنتمنى تكونوا متابعين معنا www.latakia.rtv.sy. يعني سعادة منا بهالعيد ولهذا اليوم المميز اللي يمكن هو صار هلأ العيد الوطني لكل سوري أينما كان، حتى بالمغتربات، مشان يكونوا على تواصل معنا وقادرين يشوفوا شبابنا الغاليين ولو هيك بلمحة بسيطة كحلوا عيونهم فيها. أكيد نحن بهذا اليوم كمان كتير سعيدين أنه فعلا انطلقت أوغريت أونلاين عتاب لحتى كونوا، نشكر جهود جميع العاملين بقسم الإنترنت. أكيد. عنا من المهندس حسام صالح لكل العاملين، ما بدي أذكر أسماء عشان ما أنسى حدا، أكيد نشكركم كتير لتعبكم أنه يكون فعلا هذا اليوم، ونفتخر نحن أنه انطلاقته تكون مع هذا اليوم. شكر كتير كبير لكم لكل العاملين بقناة أوغريت. كل عام وانتم بخير. أكيد. أكيد. دكتور بسام، دائما عندما نتحدث عن الجيش يخطر في بال كل واحد فينا البطولات والانتصارات التي حققها على مدى تأسيسه منذ تأسيسه وحتى الآن، وحضرتك ذكرت قبل قليل، وهناك من الشخصيات التاريخية الهامة سواء كان من القائد المؤسس حافظ الأسد. نعم. رحمة الله عليه، إضافة إلى البطل يوسف العزم، البطل جورج جمال، يا من الراهن الآن قدمنا الكثير من. نعم. الشهداء، الكثير. نعم. من الأبطال، الكثير من الفدائيين. نعم. الذين فعلا هم اختاروا هذا الطريق. هذه المبدأ الكبير وهو الشهادة أو النصر، دائما هم الطريق. نعم. إلى الخلاص، دائما هم الطريق إلى أن يكون هذا الوطن دائما رايته مرفوعة. نعم. هذا الشعار الشهادة أو النصر إلى أي درجة هو فعلا راسخ في جيشنا العربي السوري؟ الشهادة أو النصر، والشهادة. نعم. أولا لأنها طريق النصر. صحيح. هكذا طرحها السيد الرئيس. نعم. والجيش العربي السوري فعلا تعلم هذا الشعار وتعلمه ويعني كان جزء من عقيدته، ومن في كل شؤون التدريب والقتال كان جزء منه. الشهادة حقيقة هي طريق النصر أكيد. صحيح.
عندما يقوم الجندي بالتضحية بنفسه ويصمم على التضحية بروحه لا يمكن أن يهزم. صحيح. أكيدة عندما نصل إلى مرحلة أنه الجيش يقاتل ويضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل أن يبقى الوطن، هذه هو دليل النصر. وتاريخ العالم أثبت ذلك مرة بعد مرة. نعم. تاريخ العالم أثبت ذلك مرة بعد مرة. مرة بعد مرة. يعني الشهادي لا يمكن أنه يصير نصر بدون شهادي. صحيح. والجيش العربي السوري هذا جزء من عقيدته. وفعلا من خلال التضحيات العظام التي ضحوها، وكانوا هؤلاء منارة لنا. صحيح. الشهيد يوسف العظمي وجول جمال وأصدقائه وشهداء حرب تشرين التحريري هما منارة لمن بقي ولمن سيأتي إلى الجيش العربي السوري، لأن تكون الشهادي هم هي الرائد لهم في عملهم العسكري. صحيح. في وبشكل عام يعني من خلال التضحيات التي سيقدموها. دكتور بسام، الجيش العربي السوري هو ركيزة هذا الوطن، ولكل وطن الحق والأولوية بأن يكون له جيش يحميه ويدافع عن أرضه. لطالما كان مستهدف في سنوات الأزمة بالتشويه وبتوجيه اتهامات مغرضة وبتحييد الحقيقة وبل قلبها رأسا على عقب، رغم أن القوانين والنصوص الدولية وكل أعراف العالم يعني تؤكد وتشدد على قدسية المحارب الذي يحمل السلاح دفاعا عن الأرض ودفاعا عن العرض ودفاعا عن شرف وعزة هذا التراب الذي نشأ وتربى عليه والذي إليه مآله. يعني كيف ينظر العالم بهذه الازدواجية وبهذه المعايير المقلوبة والغير مقبولة أساسا؟ الحقيقة العالم لا يريد أن نكون على وجه الأرض، يعني من خلال المؤامرة والحقد والغضب والابتعاد عن الحق والقانون والمنطق كان يريد إنهاء سوريا بكل معنى الكلمة. من أهم حقوق الدول بالقانون الدولي وكل العالم يدرك حق البقاء. حق البقاء يعني للدولة أن تفعل كل ما من شأنه للحفاظ على وجودها وبقائها واستمرارها، وهذا الحق هو يعادل حق الحياة للإنسان الفرد. صحيح. إذا كان الفرد له حق بالحياة، للدولة حق في البقاء. طبعا. فلها أن تعمل كل ما من شأنه للحفاظ على وجودها، أن تبني القوات المسلحة وأن تقوم بالتحصينات العسكرية وأن تعقد التحالفات العسكرية وأن تنمي شعبها وثرواتها وتقوي جيشها إلى ما هنالك. وهذا حق بتفرع عنه عن حق البقاء حق الدفاع المشروع. بالقانون الدولي لا يمكن دولة أنه تحافظ على حقها بالبقاء إلا إذا كان لها حق الدفاع المشروع عن وجودها. أمر بديهي يعني. وهذا أمر بديهي طبعا. وفي ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 من الميثاق بتقول للدول فرادى أو جماعات أن تعمل كل ما من شأنه. صحيح. للدفاع ضد أي اعتداء خارجي، يعني بشكل تحالفات أو بشكل مفرد، رئيس ما يجتمع مجلس الأمن. فحق الدفاع الدول حتى حق الدفاع المشروع أرادت أن تحرم سوريا منه، فحاولت من يقوم بالدفاع، من هو خط الدفاع الأول؟ هو الجيش العربي السوري، هو وجد لهذه المهام، يعني هو هدفه الأساسي ومهمته الأساسية الدفاع الأول، والشعب هو يعطيه القوة ويشكل طاقة روحية ويمده بكل معنى المقاومة كي يستمر الجيش. فكانت الحملة على الجيش بالبداية كي يحرمونا من حقنا في البقاء والدفاع. صحيح. وسلطوا الضوء على الجيش العربي السوري ولتهديم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الوطن. تماما. هذا لا ينال من عقيدة الجيش. أكيد. والجيش كان منتبه لهذا الموضوع ولا يعني هذا الأمر بشيء. صحيح. يعنيه الدفاع والتضحية بكل ما يملك، والجيش أثبت ذلك يعني على مدى الأربع سنوات من التحرير. وشفنا دكتور منال شبابنا كيف تركوا جامعاتهم، يعني كانوا بالسنوات الأخيرة للتخرج للانتساب للجيش العربي السوري. أكيد. وعادوا مكللين بالعلم السوري وبنصر الشهادة أكيد وبغار الشهادة. يعني كثير بيستحضر دي طلاب عنا بالجامعة، كثير أكثر مثلا أنا عندي بكلية الحقوق أكثر من 10 طلاب شهداء، بفتخر الله يرحمهم، نفتخر بوجودهم. هذا على مستوى طلاب تركوا الدراسة والتحقوا في الجيش. وهذا شيء طبيعي، ونحن ليس مني للوطن، يعني عندما نكون وطنيين عبر السيد الرئيس الوطن من لمن يحميه ويدافع عنه. أكيد. ليس لمن يحمل جنسيته طبعا. إذا أنا سوري لا يعني شيء إذا لم أضحي في سبيله. صحيح. ليس لمن يحمل جواز سفر، ليس لمن يقيم فيه أبدا. الوطن لمن يحميه ويدافع عنه. إذا لم نستطيع الدفاع عن وطننا في أحلك الظروف نحن لا نستحق هذا الوطن. لا نستحق هذا الوطن. صحيح. أكيد. صحيح.
هلا اليوم عتاب بمناسبه عيد الجيش، اكيد كانت كاميرتنا كاميرا قناه اوجريت موجوده بالشارع لحتى تنقل صدى الناس وشو بيحبوا فعلا، قدموا معايده لابطال الجيش العربي السوري. ونحن بنعرف كل نشوف وجوههم، كل واحد فينا اكيد هو شيء بقلبه بحب يقوله كثير، بس صعب الكلام يعبر عن هذا الشعور الرائع. لهيك نحن تركنا الكاميرا هي اللي تحكي مع زميلنا غدير غفر ونشوف الناس شو قالت، منتابع سوا مشاهدينا. باسم منظمة طلائع البعث في الجمهورية العربية السورية نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير والتقديس لرجال الجيش العربي السوري في عيدهم. هؤلاء الكرماء الذين لولاهم لما كنا هنا ولا ما كان أبناؤنا وهذا الوطن وشرائح الوطن جميعا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتقوم بواجباتها وعملها على أكمل وجه، لهم منا كل الاحترام والتقدير. من هذا المكان دورة مشرف وحدي التي تزامنت مع عيد جيشنا الباسل في 1 آب نرفع أسمى آيات الحب والإجلال والإكرام لهذا الجيش العظيم الذي قدم أروع ملاحم البطولة التي شهد وستشهد لها التاريخ. فتحية لهذا الجيش الباسل ولعلى رأسه قائد هذا الوطن السيد الرئيس بشار حافظ أسد، وكل عام وأنتم بخير في خير. حب إلا الله يحميهم، ونحن نحن معهم إيد بإيد، هن عم يقاتلوا على الجفاف، نحن عم نقاتل هون بعقلنا وعم نعلم الأولاد مشان يصير فكرهم أحلى أحسن. ومن إلا نخليكم، نحن رح ننتصر، سوريا رح تنتصر بقيادة رئيسنا إن شاء الله. أنا فلسطينية وساكنة بسوريا، والجيش العربي السوري هو جيش الأمة كلها. أبطال الجيش العربي السوري أملنا فيهم كبير، هون ينحمونا وهن أساس وجودنا هون، ونشكرهم ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله رح نساندهم في بناء الوطن. كل عام وجيشنا الوطن الباسل بألف خير، الله يحمي جيشنا هو اللي حامينا. الجيش العربي السوري جيش صادق، جيش دافع عن سوريا من قلبه ومن إيمانه بدفاع عن الوطن، بحييه وكل سنة هو سالم. جيشنا البطل كل عام وانت بخير، انتو املنا، انتو ثقتنا، انتو حماة الديار، عليكم الف سلام. رجال الله على الارض عزنا فخرنا املنا نصرنا ثقتنا، بهم سننتصر. كان هاي خلينا نقول نقطة صغيرة من بحر الحب الكبير اللي كل السوريين حاملينه بقلوبهم لجيشنا الباسل. يعني كنا عم نحكي مع حضرتك تحت الهواء منال إنه ما في كلام نعبر فيه، ما في واحد يعني في مخزون كبير من الشعور ومن التقديس ومن هالحب الأكبر لشبابنا الغاليين. يعني يمكن لو بيطلبوا عيوننا وبيطلبوا أرواحنا نحن بنعطيها، ونحن سعيدين وبنتمنى لو إنه يمكن نحط بظرف قادرين نقدم لهم فيه شيء. رجعونا فعلا، رجعونا كثير لزمان دكتور، وقت كنا نسمع هاي الأغاني الوطنية موطني، ويعني فعلا كنت تحس في عواطف جياشة ما خرجت تعبر عنا أبدا. أكيد لأنه شغلة المواطن، المواطن ما تعريف المواطن وفق القانون، بدنا نحكي بشكل قانوني، المواطن هي مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الفرد الذي يعيش في الدولة والدولة، فهو يجب أن يلبي نداء الدولة للخدمة العسكرية، لدفع الضرائب، لكل ما عليه التزامات تجاه وطنه. والولاء هو رابطة ولاء، وعلى الدولة أن تؤمن له فرص حياة كريمة وفرص العمل، فهو رابطة متبادلة. الحقيقة أنا يعني معيار المواطني هو الجنسية، ولكن أنا بخالف القانون في هذا الشيء. ليس الجنسية هو معيار طبعا. نحن بنقول أنه مواطني الدولة هو من يحمل جنسيته هيك وفق القانون، لا، ما بيكفي حامل جنسية مثل ما حكينا، أن يكون هناك ولاء، شعور داخلي أكبر من هذا طبعا. يعني أنه الشخص اللي يحمل السلاح ويضحي في روحه مرابطته أكثر من رابطة الجنسية طبعا. رابطة لا صحيح. يمكن تفسيرها صحيح. يعني أكثر ربانية من ربانية تماما. وشفنا يعني دكتور نعم. يعني تابعنا أكثر من مرة أنه في كتير شباب يمكن من جنسية مصرية لأب مصري وأم سورية أو من نعم. جنسية فلسطينية نعم. حملوا السلاح واستشهدوا نعم. دفاعا عن عقيدة الجيش العربي تماماً. السوري التي صحيح. زرعت تماماً. في قلوبهم وأرواحهم تماماً. يعني من نقطة المي اللي شربوها على الأرض المقدسة إن وجد عندهم هذا الشعور القدسي الداخلي. فنحن لازم الشعور الوطني، التضحيات اللي عم نحكي عنها هلا، لازم تكون لكافة المواطنين. يعني أي شخص عنده شك لحظة واحدة بقدسية الوطن والدفاع عنه
لازم ما بقى يتردد. صحيح. يعني اذا عنده شك هذا ما هو حقيقه ما هو ما راح نقول مواطن ما هو انسان. صحيح. ما بيدافع عن مكان وجوده وعن مكان اهله وعن حياته وعن كرامته وعن عرضه ما بيدافع. لا يمكن انه يستحق انه يكون مواطن وين ما كان في الدنيا. أكيد. يعني سواء لو مقيم في دوله ثانيه حكما يعني هلا احيانا. صحيح. يكون في من قلة طلابنا يكون شخص يحمل جنسيتين ازدواج جنسي او تعدد جنسيات. ما هو بدنا نسألهم طيب ما هو بدنا نعرف لأي دولة ينتمي مين بده يخدم عسكري الأولى. تماما والله مواطن يحمل الجنسية السورية والجنسية الفرنسية وقام لبى الخدمة العسكرية في سوريا خلص هذه هي الجنسية الفعلية. صحيح. هو يجب أن يخدم لدى إحدى الدولتين. إذا خدم عنا فعلا هو موالي هو محب هو في شعور داخلي أكثر فجنسيته الفعلية هي السورية. صحيح. لو يحمل الجنسية الفرنسية. صحيح. وبنعمله على هالأساس. نعم. يمكن دكتور مو يمكن أكيد يعني هي لا تسقط أبدا مهما تعددت الجنسيات اللي معي يمكن خلافا لأعرف بعض قوانين الدول الأخرى. من حقوق الإنسان أنه ما بصير شخص يكون محروم من الجنسية يعني لكل شخص في الأرض حكما لازم يكون له جنسية على الأقل. جنسية واحدة. تماما وإذا كان له أكثر من جنسية يفضل أنه طبعا هي بتعمل إشكالات تعدد الجنسيات ولكن في اتفاقيات دولية بتنظم هذا الموضوع. نحن الغاية من الموضوع أنه ولاء الشخص ما هي الجنسية طبعاً. الحقيقية هي الجنسية ليست رابطة قانونية هوية بحملها أو. صحيح. قيد نفوس ولائي وين أين أديت الخدمة العسكرية أين أديت الضرائب أين انتمائي الروحي أين إقامتي أين أهلي هون بين الجنسية الفعلية. دكتور إذا بدنا نحكي فعلا عن هيدا الانتماء. نعم. الروحي كتير شفنا عالم من المدنيين. نعم. جزء أعمارهم ما ساعدتهم لا يروحوا على الاحتياط. نعم. ولا يروحوا يتطوعوا بالجيش العربي السوري سبب. نعم. العمر يعني حتى في منهم بيكونوا رايحين على وظيفتهم مثلا في. نعم. منهم أنه أنت الوضع المنطقة اللي فيها ممكن يكون كتير خطر يقول لك لا معلش أنا مجرد. نعم. روحتي على دوامي معناه أنا عم بتحدى. طبعاً. أنا عم قاوم أنا عندي شيء عقيدة عم دافع عنه وممكن يستشهدوا في كتير. أكيد. عالم استشهدوا من وراء هذا الموضوع. تماماً. دي فعلا هذا العقيدة هذا الدافع. هاي. حب الوطن هي كل الفئات العمرية الشبابية الموجودة عندنا سواء كانت. صحيح. كبيرة أو صغيرة هاي تعبير عن الصدق الحقيقي مثل ما حكينا بالانتماء وعمق المشاعر في الوطن يعني واحد يسترخص روحه ووجوده من أجل شيء أسمى في عقيدته وفي داخله عقيدته طبعا الوطنية. صحيح. عقيدته الإنسانية عقيدتي ما رح نروح لعقائد مذهبية ضيقة لا عقيدتي كإنسان أنا كإنسان إلي وجود بعيدا عن كل شيء سأضحي بكل ما قلنا بأفضل حقوقي من أجل أقدس واجب وهو واجب دفاع عن الوطن. صحيح. عندما يصل الإنسان لهذه المرحلة الحقيقة يسمى فالشهيد هو أسمى بني البشر. صحيح. يسمى إلى مستوى الإله يعني فعلا عندما تأتي الملائكة كي تعمد الشهداء تخجل فتطهر. صحيح. بدماء الشهداء ولا تسألها شيء في القبر يعني تخجل منا أنه مات في سبيل الوطن ومن أجل الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته تراب الوطن. نعم. ولطالما قدمت هذه الأرض الشهداء بكرم وسخاء ومثل ما عطتهم من روحة ومن عزة ترابة هن أيضا عطوها دماؤهم بنفس الكرم وبنفس. نعم. السخاء. نعم. واستعادتهم لطهارتها لأن مثل حضرتك حكيت هن الأطهر. نعم. وهن الأنقى وهن. أكيد. الأسمى. أكيد. ونحن مجرد أنه حاضرين بحضرتهم السامية والمقدسة أكيد نتمنى نأخذ شوي ولو من هذا الطهر ولو من. أكيد. هذا العطاء. أكيد. الكبير. أكيد. الحقيقة الدول أهم يعني قلنا حق البقاء ولكن الدول أهم عند الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها. هذه ثلاث قضايا من القضايا الأساسية التي. أكيد. لا يجوز التنازل عنها. لا يجوز المس بها أبدا. ولا يجوز المس بها. يعني مهما تعددت التوجهات الحزبية مهما تعددت التوجهات هذا خطوط تنال يعني الإجماع أو شبه الإجماع. طبعا. هي تسمى الخطوط الحمراء في كل دولة. صف الوطن الأمن والسيادي والاستقلال. صحيح. الحقيقة ما تعرض له سوريا ثلاث حالات يعني انتهكت أو كان هناك هجمة من للنيل من الأمن الدولي وسيادته واستقلاله. أمنا من أجل يعني جعل البلاد في حالة فوضى واضطراب وحالة من اثنين سيادته للنيل من وجودها واستقلالها وتجزئتها. واستقلالها يعني الغاية من كل هذا الشيء وضع في حالة تبعية بعد تجزئتها والنيل. طبعا. فحقيقة أنه للدولة أن تفعل كل ما من شأنه. صحيح. للحفاظ على هذه الثوابت تقيم علاقات جيدة مع جيرانها وهي سوريا على فكرة كانت سباقة في ذلك. صحيح. عندما فتحنا علاقات كانت استراتيجية بعيدة المدى هذا ليس هذا من قمة الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها واستقلالها. الخطأ ليس في سوريا بالعكس هناك كان سياسي ذكية وتخطط لخير سوريا. صحيح.
ولكن الغدر من الآخرين الذين يتآمرون. والذين الحقيقة هي الولايات المتحدة والغرب عندما فكر كيف يعني عندما وجدوا أن سوريا فعلا قوية ناهضة تماما. لا يجب أن تكون جيشا وشعبا وعقائديا يحسب لها ألف حساب طبعا. في المنطقة وكانت الخطط التي تضعها سوريا في الداخل هذا الذي ألب كل هذه المؤامرة على سوريا صحيح. نتيجة التخطيط والتنظيم الجيد والأهداف التي كانت مبتغاة من فكانت المؤامرة على سوريا صحيح. الحفاظ على أمننا إذن يقتضي علاقات جيدة وهذا ما فعلناه. الحفاظ على أمننا يقتضي أنه ممكن نستخدم معونات وعسكرية من دول والدول الصديقة وقفت إلى جانبنا سواء روسيا في مقدمتها والصين وإيران لهم كل الشكر من كل مواطن سوري بغض النظر عن موقف رسمي. وأيضا لنا الحق الدخول في تحالفات وتنظيمات ومنظمات عسكرية ومن أجل الحفاظ على وجودنا صحيح. وما حدا يساوم على وجودنا يعني مهما قالوا سوريا تآمرت مع كذا واللي تحالفت مع كذا من أجل الحفاظ على الوطن واجب علينا نتآمر حتى مع الشيطان صحيح. هذا الكلام وليك نحن هلا عم نشوف أحد التشكيلات العسكرية بجيشنا العربي السوري عم نشوف العدد العسكري لهذه التشكيلات العسكرية يعني فعلا دكتور مجرد نحن عم نشوف هدول الشباب اللي كلهم حيوية اللي كلهم حياة اللي حتى بتلاقي رايح ممكن يعرف بأي لحظة هو ممكن يستشهد ما هيك بتلاقي المعنويات كتير مرفوعة وكتير عالية قدي هذا فعلا فخر لألنا كسوريين أنه نحن عنا هيدا الجيش العقائدي الجيش العربي السوري. الجيش يعني كل الأعياد طالما نحتفل بعيد الجيش واليوم عيد الجيش العربي السوري وكل الأعياد لا قيمة لها هو فعلا عيد الأعياد لا عيد الأم لا يمكن يكون للأم عيد ولا يوجد من يحمي الأمهات صحيح. والآباء والشعب الدولي والدولي بكامله لا يمكن أن يكون هناك عيد فطر لا يمكن أن يكون فهو عيد الأعياد فعلا هو الذي يمنح للدولي وجودها يمنح صحيح. معناها طبعا. هو الذي يؤكد معناها وخاصة عندما تتعرض لهجم كما نحن الآن صحيح. يعني كل شيء في وقت السلم ممكن يكون يعني عادي لا تظهر قيمة الأشياء إلا في عند مفاصل الحياة عند الشدائد صحيح. يعني الجيش هو موجود في وقت السلم ويقوم بمهامه الطبيعية والتدريبية والنشاط القتالي اليوم. أما في مثل هذه الهجمات ومثل هذه المؤامرات على سوريا تأكد معنى الجيش ففعلا هو هو الذي يعطي لكل عيد معنى ولا معنى أصلا لوجودنا لولا تضحيات هذا الجيش أكيد. فالجرحى هم ذكروا السيد الرئيس هو تاريخ سوريا الحاضر صحيح. سيبقوا ماسلين أمامنا جريح أو مصاب أو فقد جزء من جسمه الشهيد هو هم قال إنه الجيش يسهرون لننام ويضحون ليبقى الوطن صحيح. في أقوى من هيك قيمة يعني هدول فعلا ونحن جزء منهم يعني ما إنه عم نحكي عن الغير نحن جزء من هذا الجيش عندما يلبي النداء كلنا بدون استثناء أكيد دكتور نحن كتير بنشكرك لوجودك معنا اليوم وبدنا ننسى كمان شهداء الإعلام المراسلين الحربيين اللي كانوا صفا واحدا مع الأبطال الجيش العربي السوري اللي حملوا أرواحهم على كفهم أيضا لكل المراسلين الحربيين وإلكم أنت مراسلين شهداء الإخبارية حتى الشهيد سائر العجلاني حتى كل شهداء هن أيضا يعني على موازاة على خطوط النار مع أبطال الجيش العربي السوري أكيد الرحمة لأرواحهم الطاهرة اللي كانوا دائما هن يسعون لنقل الحقيقة والصورة الواضحة لكل العالم أكيد الكلمة لا تقل عن حملوا روحهم في المعركة يعني ودوركم كان كثير رائع في هذه المعركة التي نخوض ولكم منا كل الشكر أكيد. والاحترام كل عامل في الإعلام شكرا لك دكتور بسام وأكيد مشاهدين نحن هلأ رح نروح رح نشوف تقرير عن شهداء الإعلام مع زميلتنا ديما عبد الكريم نتابع سوا